بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هشرح لكم طريقة نقل أي زرعة أو أي نبات من قصيص لقصيص تاني. عندنا قصيص اهو في زرعة، طيب احنا عايزين ننقله، ان الزرعة صغيرة مش مستحملة. هنسيب القصيص بالظبط اسبوع من غير ري لحد ما ينشف، طينته كلها تنشف، ونعمل بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده. هنعمل كده اهو، ايدينا جوه، نطلع القصص بالطينة بتاعته كده. شايفين؟ صعبة؟ شيلنا القصيص طلعنا بالطينة بتاعته. نكون مجهزين قصيص تاني ونحط فيه ايه؟ الزرع بالطريقة دي. طب هي واطية شوية، تبقى عالية عشان جذورها تنزل بعد كده، ونكمل بقى تربة حوالين الايه؟ القصيص. نكمل تربة بالطريقة دي. نقلناها من قصيص صغير لقصيص اكبر، لو انتوا شايفين بالطريقه دي. طب هي دلوقتي اتنقلت، محتاجين ايه؟ محتاجين نعمل فتحه صرف في القصيص عشان نتاكد ان القصيص مش هيتوقف موت الزرع، ونسقي ميه. طب احنا هنسقي ميه دلوقتي وبعدين نعمل فتحه الصرف عشان الجذور تبدا تنزل تحت في الميه. نعمل ايه؟ اهو ندي ميه بزياده لحد ما الميه تقف، هيبدا الزرع يشرب بعد 3 ساعات او 4 ساعات. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب خرطوم ونعمل فتحه صرف في القصيص. ازاي؟ هشرح لكم. كده القصيص قدامنا هنا اهو. كل اللي محتاجينه ان احنا هنعمل ايه؟ فك مسمار زي ده كده، وهنعمل خرم هنا كده، ونوسع لما بدت ايه تنزل. خرطوم بتاع فلتر وندخله، عايز توسع كمان شوية. كده عملنا فتحة الصرف. طب احنا عايزين نصرف المية زيادة بعد ساعتين او 3 ساعات، الطريقة دي كده مية نازلة. خلصنا وصرفنا المية، انا مش محتاج اصرف مية دلوقتي. هرفع الخرطوم لفوق واثبته